مرحبا بكم في قناتنا سامبا اليوكرين، لنعرض لكم حياتنا اليومية وتعلم اللغة الأوكرانية. معكم ماريا وأمها لودميلا. لا تنسوا دعمنا بإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات تشجيعا لنا لنستمر. السلام عليكم. اليوم الخامس عشر من حزيران يونيو، وقد وصلت إلى القرية وانتظرتني مفاجأة رائعة، هدية من صديقتي. انظروا، أهدت إلي بلسم للشفاه بشكل البومة. ما شاء الله، الرائحة جميلة جدا. كذلك أهدت إلي العطر. سنرى. أوه، انظروا إلى هذه الزجاجة، قارورة. الآن سأشم رائحتها. الرائحة حلوة، ما شاء الله، تعجبني. الآن سأتناول العشاء. مثلا هنا بطاطس شاب وبيض مقلي، وكذلك هذا كتلات من السمك وسلطة. مساء الخير. اليوم يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر حزيران يونيو. رجعت إلى البيت. سأتناول العشاء، شوربة لذيذة بالقشطة الحامضة، مكثفة جدا، صناعة منزلية. كذلك هنا كوسة مقلية، بصل، خس وكمبوت، ما شاء الله، وجبن قريش. هذا جبن قريش، سنضيف إليه السكر وسأكله هكذا. ما شاء الله، أحبه جدا، هذه مثل حلوة. أضفنا إلى الجبن القريش سكر وقشطة حامضة، كذلك سأضيف مربى فراولة. ما شاء الله، حلوة مفيدة ولذيذة. الآن نخرج للنزهة. سنتجول في الحديقة. أخذنا بعض الطعام لكلاب الشوارع. ليندا، ليندا، مساء الخير. أمي توقفي، هنا ريشة كاشة. مام، نجفف الملابس. هناك أيضا قط سنطعمه، ولكن هذا القط وحش. القط غريب جدا. الطقس جميل، ما شاء الله، انظروا إلى قفص القزح، ما شاء الله، نرى فقط جزءا منه.
مكان ما هطل المطر. مين ده؟ محلات غذائية. شو رزبات؟ اها انظروا في مركز القرية عندنا يوجد برد جميل وكبير للغاية. ما شاء الله برد أبيض وورد أحمر. ما شاء الله مام بنيوخي تشمو أمي. اها وهنا ايضا في اعلان الرائحة رائعة للغاية. ما شاء الله نتحدث عن الأمطار. هذه حديقتنا تتذكرون. يا مور مور ما شاء الله انظروا ما لاحظتوا. هذا قنفل. إنه يخاف مني قليلا. يخاف من ليندا. ليندا هناك إبر كثيرة. جميل. ما شاء الله. وليندا تلعب. أنت مضحكة جدا. ملعب الأطفال. الناس يستريحون في الحديقة، يجلسون على المقاعد. وأمي أيضا تستريح مع أمور. ليندا تمسك الذبابات بفمها. بالقرب من المدرسة في الحديقة انظروا زرعوا أشجار صغيرة، أشجار الصنوبر. ما شاء الله إن شاء الله ستنبت وستصبح شاهقة. نرجع إلى البيت. جاك
أخذنا بعض الأعشاب لكاشف الضغائن.